عماد محمد عبد ربه الشهير بعماد الطوخي، نسبة إلى بلدة طوخ في محافظة الدقهلية. ولد عماد الطوخي في 25 من أغسطس من عام 1970 في محافظة الجيزة في أسرة يميزها حب الحياة وروح الدعابة، فنشأ يواجه الحياة بهذه الروح منذ صغره. أنا كنت المولود الثاني في الأسرة لأن أنا عندي أخوي أكبر مني، إنما الأسرة كانت صغيرة مترابطة جدا، بيديرها الوالد، والوالد كوميديان فصيح ومربوط قوي مع البلد، مع العيلة، الإخوان والعمام، والزيارات أسبوعية وزيارات شهرية، وروح البلد عندنا في طوق الأقلام في المنصورة في أجازة الصيف كل سنة، ونروح أنا والأسرة كل سنة ونقضي يمكن نص الأجازة أو طول فترة أجازة الدراسة. فأنا كنت مرتبط قوي أسري بعائلتنا وبلدنا. في مرحلة الابتدائي وإحنا في ثالثة ابتدائي كان عندنا نص في اللغة العربية في القراءة، كان اسمه الثعلب المكار. مدرس اللغة العربية خلانا نمثله، وزع علينا أدوار أنا وولدين وبنتين، أنا عملت دور الثعلب، كنت بأديه بشكل جيد لا استحسان من مدرس اللغة العربية. حتى هو قال لي أنت لو كبرت ومثلت هتبقى ممثل شاطر. التحق عماد الطوخي بالمعهد العالي للدراسات التعاونية عام 1987، ولفرط حبه لهواية التمثيل التحق فورا بفريق التمثيل بالمعهد، وكانت أول سنة يعمل بها المخرج الراحل نبيل أمين. كان يعد لمسرحية كلام فارغ من تأليف الكاتب الساخر الكبير أحمد رجب، وما كان من المخرج دكتور نبيل أمين إلا أن يقتنع بإمكانيات عماد الطوخي وموهبته، وبالفعل أسند إليه أدواراً في ثلاث لوحات من المسرحية التي كانت عبارة عن لوحات منفصلة. نجح عماد الطوخي في تنفيذ الأداء المطلوب من صانع العمل دكتور نبيل أمين على أكمل وجه ممكن. بداية ظهور بقى الموهبة بشكل رسمي لما رحت معهد التعاون. أول ما دخلت المعهد قبل ما أسأل على المصاريف والمدرج والدفعة والكلام ده، سألت الأول في نشاط مسرحي ولا لا، فقالوا لي إن عندهم فريق تمثيل قوي جدا وبيشاركوا كل سنة في مسابقة الجامعات للتمثيل. سجلت اسمي معهم، وأول ما ابتدوا على طول البروفات وجه أول مرة كان يجي المخرج أرحمه نبيل أمين، كون الفريق ولا اسمي موجود، اختبرني زي ما اختبر بقية الناس، فلا في قماشة جيدة، هو قال لي حتى باللفظ ده، قال لي في قماشة جيدة وخلينا نبتدي. مع اختياره لرواية كلام فارغ كانت أول حاجة يعملها في معهد التعاون، سكنني في ثلاث لوحات من الست لوحات اللي كانوا في رواية كلام فارغ. دي كانت البداية. عماد الطوخي الفنان والإنسان اللي أفتكر له كل خير حبيبي، ربنا يوفقه يا رب، كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت سعيد، كل سنة وانت ناجح. افتكر لك كل الخير. اول ما دخلت الفريق ولقيتك من الناس اللي كانوا في الفريق القديم اللي احتضنوني بجد، وكنت جاي حقيقي مكسوف جدا وخايف جدا، بقى يحاول يدود مع الناس القديمة ومع دكتور نبيل الله يرحمه. كان ازاي يعلمني ارمي الإفيه مع دكتور نبيل، ازاي يعلمني اقف صح، وتفاصيل كتيرة ما نسهلوش. عماد باشا صباح الفل يا باشا، كل سنة وانت طيب ودايما بصحة وسعادة، يا محترم يا أخلاق يا ذوق يا جميل القلب والعقل، دايما بصحة وسعادة يا حبيبي والعمر كله ليك. ثم في عام 1988 قرر المخرج نبيل أمين القيام بمسرحية غربة من تأليف محمد المغوط ودريد لحام، وبدأت بروفات القراءة، وإذا بعماد الطوخي يطلب بكل إصرار وتحد أن يأخذ دور مروان بطل الرواية. أمام هذا الإلحاح والإصرار ما كان من المخرج نبيل أمين إلا أن يقبل التحدي ويسند إليه دور مروان، رغم وجود الكثير من أعضاء الفريق الأقدم منه والمرشحين بقوة للدور،
كان التحدي مفاجأة للجميع، حيث نجح عماد الطوخي نجاحا أبهر الجميع، وكلل ذلك بأن حصل على المركز الأول في التمثيل في المسابقة الرسمية على مستوى الجمهورية. كانت هذه الركيزة الأقوى التي جعلت عماد الطوخي عمودا هاما في فريق تمثيل يتحمل مسؤولية أي عمل مسرحي يسند إليه بطولته. كل سنة وانت طيب يا عمدة، عقبال مليون سنة يا رب تفرح بولادك. هو فنان ذو حس عالي وراقي، ودود، صاحبه جدا. وانا بتكلم طبعا مش محضر كلمة، كل الكلام ده جاي طالع من القلب يعني، واتمنى ان هو يكون وصل للقلب. بجد بجد اتشرفت بيه، وهو يعني شرف ليا ان انا في حياتي ان انا اعرفه يكون في طريقي يعني، وعشرة عمر كبيرة جدا يعني. عماد انا اعرفه ممكن داخلين في 30 سنة هو ولا حاجة. يا حبيبنا وصديقنا واستاذنا والجام بتاع فريق التمثيل من 89 لغاية 92 على مسرحين ثلاثة اللي انا اشتغلت فيهم معاكم، وبعد كده طبعا اكيد عمدة الجميل وعماد الطوخي. يا رب يا عماد دايما دايما في صحة وسعادة وخير ورخاء، انت واهل بيتك يا رب. كل سنة وانت طيب يا عمدة. عمدة يا عمدة. تولت الأعمال المسرحية مع المخرج نبيل أمين، حيث قام ببطولة مسرحية اللي بعده من تأليف الكاتب الكبير محمد سلماوي وإخراج وإعداد دكتور نبيل أمين. قام بدور كوميدي يظهر فيه ببعض من خفة ظله وأدائه الكوميدي الجميل. ثم مسرحية الزنزانة من تأليف وإخراج دكتور نبيل أمين الذي قام بدور هوار الصعيدي، فكان التحدي الآخر في أداء دور باللهجة الصعيدية في إطار كوميدي رائع، والذي حاز على إعجاب واستحسان الجميع. طبعا كان فيه مواقف صعبة كتير، يمكن اللي الصعب قوي اللي أجهدني قوي لما كنا بنعمل روايتين مع بعض في سنة من السنين، كنا بنعمل الزنزانة واللي بعده، شخصيتين مختلفتين تماما، واحد تراجيدي خالص وواحد كوميدي، وكوميدي يمكن فرس. ده كانت محتاجة مجهود كتير قوي، كنت بشتغل بروفات في الاثنين مع بعض في نفس التوقيت، وعرضنا المسرحيتين في نفس اليوم والفاصل بينهم ربع ساعة استراحة. كان مجهود صعب قوي، واللهجة اللي كنت بشتغل بها في الزنزانة لهجة صعيدي، والرواية التانية اللي بعده لهجة عامية عادية، ده تراجيدي زي ما قلت وده كوميدي. أجهدوني بجد، إنما الحمد لله لقوا استحسان ممتاز من زمايلي الأول ومن لجنة التحكيم بعد الرواية ما خلصت. أستاذ عماد كل سنة وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى أولادك وأسرتك ومراتك وكل اللي بتحبهم. أنت شخص جميل، وياما كنت بقعد أتفرج عليك وانت في مسرحية زنزانة وأتعلم منك. يمكن أول مرة أقولك الكلام ده، لكن بصراحة أنا كنت بحب تمثيلك جدا، وبحب علاقاتك جدا مع الناس واحترامك ليهم واحترامك لكل فريق العمل اللي شغال معاك والاصدقاء. الحقيقه طلب مني كلمه علشان اقولها بمناسبه عيد ميلاد الصديق الحبيب عماد الطوخي، والحقيقه الكلمه ما ينفعش تبقى كلمه بسيطه، لازم تبقى كلمات كتير، لان العشره اللي بيني وبين عماد حوالي 33 سنه، ما اظنش ان هم يجوا في كلمتين ثلاثه يعني. على العموم كل سنة وانت طيب يا عماد، كل سنة وانت دمك خفيف، كل سنة وانت حواليك ناس بتحبك وبتحترمك،
كل سنة وانت محقق كل ما تتمنى وكل ما تحلم بيه، وكل سنة وانت طيب لغاية لما يبقى عندك 137 سنة، ونفضل نقول لك برضو كل سنة وانت طيب يا عماد. أصبح عماد الطوخي بطلا هاما فعالا في الفريق، وعندما أعاد المخرج نبيل أمين مسرحية غربة عام 1990 لم يجد من يقوم بدور مروان إلا البطل الأساسي وصاحب التحدي عماد الطوخي، وقد أدى الدور في هذه المرة بشكل أكثر روعة وثقل وخبرة واضحة، فنجحت المسرحية نجاحا منقطع النظير. خاف منه وخش الثاني، كل الناس قدامه فيك وانا وياهم برضه تخش. قال لي تعالى خش ارجو ايدي في ايدك يلا وجرب تصبح واحد من العفاريت شرط تمشي معايا على طول الخط، امنياتك احققها لي اللي في بالك او في خيالك. قلت له قلت له ايه يا عم بس يا عم ابراهيم. قال لي تعالى يا مساء انا ببعوز لك او في الواحد راح ليك تمام واسرح بيه دايما قدام. خدت نفسي ارجع تاني. كل ما افتكر ذكرياتنا في فريق التمثيل يا عماد وشغلنا سوا يعني بفرح قوي بصراحه ربنا، وبحن للذكريات الجميله ديت. كان اجمل ايام حياتنا وكان اسعد وقت بنقضيه سوا. ومنساش طبعا توجيهاتك ان انت برضو ليك الفضل عليا في حاجات كتير علمتها لي، كنت بتخليني اقدر احس الجملة واقولها ازاي. يعني بصراحة انت اخ وصديق وعشرة جميلة قوي يا عماد. ربنا يا رب كده يسعدك دايما ان شاء الله، وتفضل تبص في الامد كتير يا حامد. بنتكلم عن ممثل بدرجة امتياز، حقيقي ممثل هايل في كل الأدوار اللي عملها رغم تنوعها، ورغم ان هو عمل كوميدي وعمل تراجيدي وعمل أدوار كتير ممتازة وكلها حققت نجاحات هايلة جدا. يعني مش هتكلم اكتر من كده، لان احنا لو اتكلمنا نقول في حاجات كتير قوي، يعني نحتاج وقت طويل نتكلم. عماد الطوخي الانسان انسان رائع وانسان معتدل جدا في علاقاته مع اصدقائه وفي علاقاته مع الناس كلها، يعني بيتميز بالاعتدال، وده شيء ممتاز جدا. يعني دايما هو على مسافة واحدة بين مع الناس كلها، وإنسان خلوق جدا، دمه خفيف جدا، يعني ما بتخلاش لقاءاته من الابتسامة والروح الحلوة يعني. وأنا طبعا أنا يعني اتشرفت إن أنا يعني كنت من أصدقائه على مر 30 سنة. في عام 1992 كان عماد الطوخي قد تخرج من المعهد والتحق بالجيش كمجند، وكان المخرج نبيل أمين يعد لمسرحية اغتصاب من تأليف نبيل أمين ومجدي كامل، لكن دور حامد البطل الأساسي في الرواية لا يقدر على القيام به سوى عماد الطوخي، فما كان إلا أن يسند إليه الدور، وما كان من عماد الطوخي إلا أن يقبل. فهذه هوايته التي يحبها ويتنفسها ويعشق وجوده على المسرح رغم معاناته في التوفيق ما بين بروفات العمل وكونه جنديا في الجيش، وكالعادة ينجح نجاحا باهرا. من برضو المواقف الصعبة أو اللي مرت علينا وإحنا في فريق التمثيل في المعهد، لما كنت خلصت المعهد ورحت أأدي بقى الخدمة العسكرية، كنت مجند في الجيش، وطلبني نبيل أمين عشان أعمل معاه رواية اسمها اغتصاب. كان التوفيق ما بين مواعيد بقى الجيش ومواعيد البروفات هو هنا الصعوبة البالغة. كنت يوميا من الفجر أكون في الوحدة بتاعتي في الجيش، وأخلص وأجري الساعة 2 الظهر على معهد التعاون عشان أعمل البروفة، وكانت رواية باللغة العربية الفصحى، كان فيها أداء تمثيلي مرهق جدا.
انما اديناها والحمد لله رب العالمين ولقت استحسان عظيم من كل اللي شافوها سواء زمايلنا او حتى لجنه التحكيم في العرض الرسمي. يعني عماد الطوخي وما ادراكم ما عماد الطوخي. بالنسبه لي عماد الطوخي في اول سنه كنت في سنه اولى في المعهد اشتركت في فريق التمثيل. كان تجربه بالنسبه لي جديده. انا مش هنسى ابدا انه جالي ووشوشني كده وقال لي الحته دي افيه. قلت له يعني؟ قال لي يعني تتقال كده. انا ما كنتش فاهمه الافيه وليه هيضحك الناس وكده، فقلت فعلا زي لما قال لي عماد. بالفعل خد سكسي في الصاله وخد ضحك من الناس. عماد لغايه دلوقتي بستشهد بقصصه وبطرفاته وبخفة ظله لما كنا بنخرج من المعهد ونمشي عشان نروح للباص ونركب والكلام ده كله. عماد اللي ما يعرفوش ان لغايه دلوقتي بستخدم افيهاته في كلامي العادي. انا بعترف لك اهو في الفيديو ده ان انا سارقه شويه افيهات من عندك بستخدمها في الكلام العادي بتاعي لما بعبر عن بعض حاجات. ده الجانب النقي في عماد، الجانب خفيف الظل، كجانب المرح. عماد على المستوى الانساني عايز اقول لكم انه في اوقات كده بكون قاعده بلاقي بكون يعني في مود معين مع شغل السياسه وكده، بتجيلي لحظات بحس بتعب، بحس بضيق، الاقي تليفون جاي لي او رساله، انت كويسه؟ عامله ايه؟ هنا ببتسم، هنا بتغير مودي 180 درجه. عماد الطوخي مش بس واحد كان في فريق تمثيل، الاهم من انه كان ممثل بارع وانا مش عارفه ليه ما كملش، انه انسان بقلب كبير قوي، راقي قوي، خفيف قوي، كلامه انيق قوي ومنمق جدا. عماد بتمنى لك كل التوفيق في كل حاجه، اتمنى بجد. انا عارفه ان انت عندك منصب دلوقتي وبتشتغل يعني بعيد عن التمثيل، فاتمنى مازال في فرصه ان انت تكمل في حاجه انت مبدع فيها جدا. كل سنه وانت انسان جميل وفنان جميل. ولما دخلت المعهد وعملنا مجلس الكعب العالي مع بعض يمكن سنة 93 كنت انت بطل الفرقة وبتعمل شخصية بليبيروس وكان عرض جميل، وانا كنت لسه بقى في سنة اولى وداخل يعني بنتمي للفرقة جديد، لكن لقيت ناس احتضنوني وناس محترمة وانت كنت على رأسهم. ليك كل الحب والتحية والتقدير. اولا كوميديان جامد جدا وتراجيديان جامد جدا، وعلى المستوى الإنساني هو جدع جدا وراجل جدا، ولما يعني لما بنحتاجه في حاجة بنلاقيه واقف وقفة جامدة. عماد الطوخي أول مرة اتعاملت معاه كان في مسرحية اغتصاب، كنت أنا طبعا لسه جاي جديد الفريق وداخل موهوم وإيه الحاجات دي وإيه الناس دي وبتاع. فجأة عماد الطوخي بدأ يقول انا اتخضيت، يعني انا عامل ايه مع الناس دي؟ يعني انا مش متخيل الحكايه. ومع الوقت في التعامل معاه بدا يبقى معانا، لا اقول ما مش عارف ايه ده وانت بتقول، فبدا برضو في كان بيتعامل معانا كاخ كبير. وطبعا على المسرح يعني لما كنت بوقف قلقان ومخضوض وخايف وبتاع، لما كنت بشوفه كنت بقى ايه باهدى كده، لا ده في حد سندنا. في عام 1992 قام المخرج نبيل أمين بإعداد أحد الروايات العالمية للكاتب أرسطو فانيس، فكانت مسرحية مجلس الكعب العالي. استعان مجددا المخرج نبيل أمين ببطل فريقه عماد الطوخي في أداء دور البطولة الكوميدية الذي أظهر إمكانياته الكوميدية العالية في الأداء. كانت مسرحية مجلس الكعب العالي كوميديا صارخة وساخرة، لم يتوقف الجمهور آنذاك عن التفاعل معها، فأظهرت عبقرية عماد الطوخي في الأداء الكوميدي بشكل رائع. بداية الكوميديا اللي اكتشفها الله يرحمه نبيل أمين،
لان احنا كنا على المستوى الشخصي اصدقاء وبنلتقي بصفه يوميه انا ونبيل وبقيه الزملاء. اللي في الحوار بقى تحصل افيهات وتاتشات كوميدي لمس منها ان انا اقدر العب كوميدي. عرض عليا ما تيجي نجرب التجربه دي، يلا نجرب في البروفات. كان الموضوع دمه خفيف قوي وعملنا روايه مجلس الكعب العالي وكانت كوميديا فرصة نجحت نجاح هايل الحمد لله. لينا ذكريات كتيرة من أيام ما كنا في الدراسة، وطبعا كانت أجمل أيام وأحلى أيام. وبمناسبة عيد ميلاده 50 بنقول له كل سنة وانت طيب يا عمدة، وربنا يديك طول العمر والصحة، وإن شاء الله كده نحتفل بعيد ميلادك أعوام عديدة وربنا يوفقك في حياتك إن شاء الله. كان عماد الطوخي أيضا له بعض التجارب المسرحية على مستوى الاحتراف، فقد شارك في مسرحية سوق الحلاوة بجانب أستاذ المسرح الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي والفنانة نيلي وإخراج المخرج الكبير السيد رادي. رغم صغر الدور الذي كان يؤديه الفنان عماد الطوخي إلا أنه لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور واستحسانا من أساتذته في العمل. بعد المعهد وبعد الجيش كنت اشتغلت شوية على مستوى الاحتراف في المسرح القومي، عملنا كذا حاجة صغيرة كده، ثم في مسرح القطاع الخاص اشتغلت في روايتين، مسرحية اسمها سوق الحلاوة ومسرحية تانية اسمها الجنة الحمراء. وبعدين رجعت بقى للي جوايا انا، اللي جوايا انا الأسرة. انا كنت بيتوتي قوي، أسري قوي، في دماغي ابويا وأسرتي المترابطة قوي، عايز اعمل ده، كنت عايز اعمل اسره خاصه بيا انا، كنت عايز اتجوز ويبقى عندي اولاد ويبقى عندي اسرتي اللي تبقى زي اسره ابويا. فده اللي خلاني ابعد شويه عن التمثيل واسافر عشان اقدر اعمل ده، احقق الحلم الصغير قوي ده ان يبقى عندي اسره. ده اللي بعدني شويه. فضلت متابع جيد، يعني متزوج جيد، اتفرج بعين الناقد بعين الممثل القديم، وفضل الحلم الموجود كده يعني ايه متداري متغطي، لغايه ما فجاه اتفجر مره تانية لما لقيت ابني طارق بسطاني بيمثل في المدرسه وبيقول لبابا تعالى انا عايز تتفرج عليا، بنعمل عرض انا وزمايلي في المدرسه. كنت طاير من الفرح، حسيت ان الحلم بتاعي صحي تاني وابتدى يتحقق اهو، وشايفه بعيني تاني اني ارجع على خشبة المسرح بس في صورة طارق ابني. الشيخ الفولي يهديه راجل بركة، كل الناس بتحبه وتحترمه، وعمر ما حد راح له الا لما رجع مشهور الخاطر. طب ده مرة كان في راجل ابنه مهاجر ايطاليا وبقاله بتاع 3-4 سنين ما شافوش، قام راح للشيخ الفولي عشان يترجاش بابنه. الشيخ الفولي بص كده وقال له ايه اللي في يدك ده؟ قال له ده فطير، الولاد لسه خمسة. الشيخ الفولي مد يده كده على الفطير، رجح لسه سوخ، قال له روح يا راجل روح شوف ابنك وتعال. الراجل راح ايطاليا ورجع في لبخ البصر. بكل تأكيد إذا جاتني فرصة تانية أنا دلوقتي جاهز إن أنا أرجع أمثل تاني، ممكن أمثل مسرح، ممكن أمثل إذاعة حتى. خلاص تقريبا عجلة الحياة خدتني السنين اللي فاتت، هديت، الولاد كبروا استقروا، أقدر بقى أحفر مرة تانية وأحاول أحقق حلمي القديم كممثل. ممكن أرجع تاني طبعا وبمنتهى الأريحية. مع كل ما ذكرناه عن هذه الشخصية الفنية لا ننسى عماد الطوخي الإنسان الذي ارتبط بزملائه وأصدقائه رباط حب وإخلاص، فهو شخصية ودودة تحب الجميع
ويحوز على حب الجميع، فقد تميز بالروح المرحة وخفة الظل في كل مواقفه ولقاءاته مع أصدقائه. يمكن أكون خسرت شوية لأن أنا بعدت عن التمثيل، بس المكسب الحقيقي هو مجموعة الأصحاب والأصدقاء اللي أنا طلعت بيهم لغاية دلوقتي من أيام ما كنا بنمثل وحتى وقتنا الحالي ما زلنا في تواصل. علاقتنا طيبة جدا، بنحب بعض جدا، بنسأل على بعض جدا، بنخاف على بعض جدا، ولما بنلتقي بيبقى لقاء سحاب. بحبهم خالص ويحبوني خالص، والحمد لله اتكلموا عني كويس وأنا بتكلم عنهم كويس، وأنا شايف إن هو ده المكسب، ده اللي أنا طلعت بيه. بشكرهم جدا وأحبهم جدا وأحب أشوفهم على طول، كل سنة وهم طيبين. بعد مرور الأيام والسنوات يظل عماد الطوخي عمادا يتوسط هذه الباقة من روائح الزمن.